إلى اليمن، حيث أعلنت جماعة الحوثي قصف أهداف إسرائيلية في مدينة إيلات بعدد من الصواريخ البالستية والمجنحة. وذكر متحدث الجماعة أن عناصرها استهدفت أيضا سفينة إسرائيلية تحمل اسم MSC دارون في خليج عدن بعدد من الصواريخ البحرية والطائرات المسيرة، مؤكدا تحقيق العملية لأهدافها بنجاح، مشيرا أيضا إلى أن الجماعة ستستمر في منع الملاحة الإسرائيلية أو المتجهة إلى موانئ إسرائيل في البحر الأحمر وبحر العرب والمحيط الهندي. أكدت جماعة الحوثي في اليمن أيضا اعتزامها التوسيع نطاق ضرباتها تجاه السفن الإسرائيلية والمتجهة إلى إسرائيل لتشمل المحيط الهندي. وقال زعيم الحوثيين أن العناصر التابعة له قامت باستهداف 100 سفينة واثنتين في البحر الأحمر منذ بدء الحرب على قطاع غزة، معتبرا أن هذه الضربات أثرت على حركة السفن الأمريكية التي قال أنها انخفضت بنسبة 80%. ينذر إعلان عبد الملك الحوثي باستهدافه السفن في المحيط الهندي والمتجهة عبر رأس الرجاء الصالح باتجاه إسرائيل بتصعيد كبير في العالم مرتبط بالتطورات في غزة. وبحسب مراقبين، فإن الإعلان الحوثي سيؤدي إلى إطباق الحصار على الموانئ الإسرائيلية على البحر المتوسط بعد نجاحها في محاصرة ميناء إيلات بخليج العقبة في البحر الأحمر. وتؤكد التوقعات أن التهديد الحوثي الجديد سيؤدي إلى رفع أسعار التأمين على الشحنات، والتي ارتفعت أصلاً مع بدء الهجمات الحوثية على السفن المتجهة لإسرائيل عبر البحر الأحمر رداً على الهجوم الإسرائيلي الدامي على قطاع غزة، الأمر الذي سيؤدي إلى ارتفاع كلفة الشحن بشكل عام. وحسب ما نقلت وكالة نوفوستي الروسية عن مصدر عسكري مقرب من جماعة أنصار الله، فإن قوات الحوثيين قامت بتطوير صواريخها وطائراتها المسيرة لزيادة قوتها، وذلك بعد تجارب استمرت 3 أشهر. في المقابل، أشار مسؤول كبير لدى الحوثيين إلى أنه تم إنشاء مركز عمليات الإنسانية في صنعاء لتنسيق المرور الآمن والسلمي للسفن التي ليس لها أي صلة بإسرائيل. نعم دينا، أعلن المتحدث الرسمي باسم الحوثيين يحيى سريع بأن قوات التابعة للحوثيين استهدفت بصواريخ مجنحة وصواريخ كروز أويد أيضا منطقة إيلات في إسرائيل، وقال بأنها حققت أهدافها في هذه الضربات. كذلك أيضا أعلن عن استهداف 3 سفن في البحر الأحمر بالإضافة إلى سفينة في المحيط الهندي، وقال أيضا بأن هذه الضربات حققت أهدافها واستطاعت أن تصيب سفينة أمريكية بالإضافة إلى سفينة إسرائيلية كانت في خليج عدن. هذه الضربات أيضا أكدتها القيادة المركزية الأمريكية، وقالت بأنها استطاعت أن تصد هجوم للحوثيين كان يستهدف سفينة أمريكية ب4 مسيرات. قالت الإدارة المركزية الأمريكية أنها استطاعت أن تسقط هذه الطائرات قبل أن تصيب هذه السفينة، وأنها أبحرت إلى وجهتها التالية بسلام. كذلك أيضا الزعيم الجماعة عبد الملك الحوثي كان قد ألقى في خطاب يوم أمس وقال بأن قدرات الحوثيين لم تتأثر بالضربات الأمريكية، ولكن السفن الأمريكية التي تمر في البحر الأحمر ومضيغمة بالمندب هي التي خفضت، بالتالي خفضت وتيرة هذه الاستهدافات وهذه الهجمات. يتحدث عن أسبوع من الهدوء كان قد شهده البحر الأحمر الأسبوع الماضي. علمت الشرق من مصادرها أيضا بأن عمان توسطت لدى الجماعة حتى يتسنى للمبعوث الأممي إلى اليمن هانز جرودنبرغ للمشاورات مع الحكومة اليمنية الشرعية وكذلك مع الحوثيين، والذي التقاهما بشكل منفصل أيضا الأسبوع الماضي حتى يتسنى لهما أيضا التوقيع على خارطة السلام الأممية التي تطرحها الأمم المتحدة منذ بداية هذا العام. دينا، في كل هذه التفاصيل التي تحدث عنها عبد الخالق، هناك أيضا حديث لدى جماعة الحوثي بأنها تتوجه لاستهداف السفن الإسرائيلية والأمريكية أيضا بعيدا عن بحر الأحمر وبحر العرب، وهي تتوجه أيضا إلى المحيط الهندي. هل في تفاصيل أيضا مرتبطة بهذه المسألة؟ أن عندنا يشكك الكثيرون من المراقبين اليمنيين بالذات العسكريين أن باستطاعة الحوثيين استهداف السفن في المحيط الهندي لبعد المسافة وكذلك لنوعية الصواريخ التي تمتلكها الجماعة، وأن قدراتها قد لا تصل إلى هذه المناطق، فبالتالي هو خطاب إعلامي كما تقول الحكومة الشرعية، وأن ذلك أيضا يعد تخويفا لهذه السفن الملاحية المارة في مضيق باب المندب وكذلك أيضا في المحيط الهندي. لكن زعيم الجماعة وكذلك أيضا
المتحدث الرسمي باسم الجماعة كانوا قد أكدوا بأنهم يستطيعون أيضا استهداف السفن الملاحية المارة في المضيق أو في المحيط الهندي، فبالتالي هذا يضيق أيضا الخناق على الكثير من الموانئ الإسرائيلية، بعد أن استطاع الحوثيون أيضا التضييق الخناق على ميناء إيلات في البحر الأحمر. فبالتالي الحوثيون أيضا يراهنون على أن هذه الضربات وعلى أن هذا التضييق على الموانئ الإسرائيلية من شأنه أن يساعد حركة حماس والمقاومة الفلسطينية في إملاء شروطها على الإسرائيليين في المفاوضات السياسية القادمة. أشكرك جزيل الشكر عبد الخالق الحوت مراسلنا في عدن على كل هذه التفاصيل.